السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل الجزء الخاص بالكلمات بتاع الوحدة الثانية، الدرس الثالث والرابع. أول سؤال بيقول لي: طارق سليت البرازر أخو طارق الصغير is often، هو غالبا إيه؟ he sometimes hides his father phone، هو أحيانا بيخفي التليفون بتاع والده. يبقى هو الولد ده إيه بقى؟ هو الولد ده شقي، يبقى نوتي. بيشنت معناها مريض او صبور، والبيهيف دي يعني مؤدب. منى از اوفن، منى غالبا ايه؟ بيفور لانش، قبل الغدا. وانس شي هاز ايتن شي از كوايت شيرفول اجين، ومجرد ما هي ما بتاكل بترجع سعيده مره تانية. يبقى هي ايه؟ هي قبل الغدا بتبقى عبوسه غضبانه كرامبي. بيشنس يعني الصبر، وكرولتي يعني القسوة، وبيشنت يعني صبور أو مريض. بيقول لي as she was crying it was not that she is upset، بينما هي تبكي كان من الواضح ان هي غضبانة. طيب was بيجي بعدها صفة، عايز صفة واضح، واضح يعني obvious. غير بتوبي بيجي بعد منه صفة. My best friend is always very، صديقي دايما ايه؟ he always gets grumpy، هو دايما بيبقى مكشر. طيب يبقى هو كروس غضبان، كروس يعني غضبان. جلاد سعيد، وشرفه سعيد، وبليز سعيد. The majority of our people، الغالبية العظمى من الناس، are smokers، مدخنين. while the not don't smoke at all، بينما الأقلية لا تدخن على الإطلاق. أقلية يعني minority، minority أقلية. some boys were very، بعض الأطفال بعض الأولاد كانوا إيه؟ outside the school، خارج المدرسة. they were throwing stones، بيرموا الحجارة. at a cat، يبقى طبعا كانوا قاسين. قاسي يعني كرول، كلمة كرول يعني قاسي. The bar not show the number of drivers killed in motor vehicle accident by age، هو عايز يقول الرسم البياني. يبقى بار جراف، جراف بار جراف يعني رسم بياني. جاب فجوة، وجريب عنب، وجراب يجذب أو يشد. I have had a not and rewarding career as a teacher، it is so hard. يبقى أنا عندي إيه؟ مهنة قابلة للتحدي. يبقى أنا عايز صفة. كارير ده اسم اللي هي مهنة، rewarding صفة، واللي قبل ان لازم يبقى زي اللي بعد ان. يبقى rewarding صفة، يبقى اللي قبلها اللي معاها اللي قبل ان دي يبقى صفة برضه، يبقى challenging. everyone likes علي، كل واحد بيحب علي. لاحظ ان كلمة everyone بتاخد فعل مفرد، والضمير بتاعها بيبقى جمع. كل واحد بيحب علي because he is always so، لان هو دايما ايه؟ هو دايما good natured، ذو طبيعة جيدة. basically I am not، أساسا أنا إيه؟ and I can't think and I can't get any work done، ومش قادر أعمل أي شيء. يبقى أنا إيه؟ أنا miserable، miserable يعني بائس. طب cheerful، cheerful يعني سعيد، و patient يعني مريض أو صبور، و talented يعني موهوب. he is praised، وتم مدحه. because he has faced many، لان هو واجه كثير من الايه؟ during his journey to success، خلال رحلته للنجاح. يبقى واجه كثير من الصعاب، الصعاب او التحديات، يبقى challenges، challenges. only a tiny نقط، كمية صغيرة، of the
population ever actually committed a crime. طيب هو عايز يقول أقلية قليلة من السكان بيرتكبوا جرائم، أقلية يعني minority، minority أقلية، minority أقلية، majority الأغلبية. A high note of our students pass their driving test for the first time. وعايز يقول نسبة من الطلاب، بيرسنت اللي هي رقم ايه دي نسبة مئوية، وسي نسبة مئوية، بس بيرسنت اللي رقم ايه عايزة رقم قبلها، انما بيرسنتج مش عايزة ارقام، واحنا هنا مفيش ارقام يبقى بيرسنتج. Oh no, that's it. Don't throw food on the floor. ما ترميش الأكل على الأرض، يبقى دي شقاوة، دي حاجة وحشة يعني، يبقى naughty. Not number of customers. الزبائن، على الزبائن كومبلين، دي يشتكي about the service من الخدمات، يبقى عدد كبير يعني عدد هام، significant. significant يعني هام أو كبير. The party atmosphere جو الحفلة was not كان ايه and everyone had a good time، كل واحد قضى وقت جيد، يبقى جوها كان سعيد، يبقى cheerful. طبعا جلومي مكتئب، imbalance غير متزن، restrictive مقيد، مقيد. When analyzing that change in population، عند التحليل تغير في السكان over a period of time، خلال فترة من الوقت، a bar not might not be the best representation، يبقى هو عايز يقول الرسم البياني يبقى بار جراف. برين ستور مع عصف ذهني وما بخريطة. بيقول لي بول بوليس نوت ذا انفستيجيشنز، التحقيقات، اند 39 يير اولد مان، وراجل عنده 39 سنة، ووز تشارجد ويز ذا ماردر، كان مسؤول عن الجريمة، متهم بالجريمة. طب يبقى ايه بقى؟ يبقى كونكلودد، كونكلودد ختم، ختم التحقيقات، البوليس ختم التحقيقات، انهى التحقيقات، يبقى كونكلودد. مارشد خطوة عسكرية يعني مشي، reflected يعكس، وارجيو يعني يتجادل. The note is just as an important part of your essay as the introduction، جزء مهم من المقالة كالمقدمة، يبقى الconclusion الخاتمة. Exclusion الانفجار، treatment علاج أو معاملة، exclusion تنفيذ أو استثناء. Despite his wealth، بالرغم من ثروته، he led، هو عاش نقط لايف، حياة ايه؟ due to، بسبب his loneliness. كلمة due to بيجي بعدها اسم او فعل اي ان جي، معناها بسبب، تساوي owing to. طيب بالرغم من حياته الايه بقى، هو بالرغم من ثروته هو عاش حياة ايه؟ حياة بائسة، miserable. delightful سعيد، prosperous prosperous دي رخاء. his not attitude موقفه، makes him جعله a popular figure شخص مناسب يعني in the neighborhood في الحي او الجيرة، يبقى موقفه الجود نيتشر الطيب. النيتشر سيء، وجراوتشي عابس، وجلومي كئيب. ماي نيبر، ماي نيبر الجار بتاعي، از ايزلي اريتيتد، بينزعج بسرعه او بسهوله. هي از نوت، هو ايه؟ هو طبعا جرامبي، جرامبي يعني عبوس، بيكشر بسرعه من اتفه الاسباب يعني. توليريت متسامح، ومودست متواضع، وكويت هادئ. It is no good being not with small children، ليس من الجيد ان انت تكون غير صبور مع الاطفال الصغار. طيب
فيرب تو بي عايز بعديه صفة، فين فيرب تو بي اللي هو بينج، لازم بعد الصفة يبقى impatient غير صبور. patient يعني صبور. if you are telling the truth لو انت هتقول الحقيقة، why are you avoiding eye ليه انت تتجنب اتصال العين، اتصال العين يعني eye contact. eye contact دي رقم دي. طب contract اللي هو العقد او التضاد، connect يوصل، communicate يتواصل. Egypt has begun to introduce facilities، facilities يعني المرافق او التسهيلات. to the هي بتقدم التسهيلات او المرافق لمين؟ disabled المعاقين. the disabled disabled المعاقين. device يعني يبتكر، و revise يعني يراجع، و bore يعني شعر الملل. according to نقط طبقا لإيه؟ published recently المنشورة حاليا حديثا. more people are in serious debts ناس كتير موجودة في الديون. يبقى طبقا للإيه؟ طبقا للفيجرز الأرقام المنشورة حديثا. figures إحصائيات، إحصائيات أو أرقام. Does a good salary هل المرتب الجيد not how important you are to your employer؟ هل المرتب الجيد بيعكس كم أهميتك بالنسبة للمدير صاحب العمل؟ يبقى reflect. inflate يتضخم، speculate يتأمل، reflate ينعش. it was not to everyone that the child had been badly treated. was verb to be يبقى عايز الصفة بعدها. كان من الايه لكل واحد ان الطفل اتعامل معاملة سيئة، كان من الواضح. طب واضح يعني ايه؟ obvious. her ambition طموحها was to become an established نقط ان هي تكون ايه؟ راسخة. راسخة يعني متأصلة في ال في الوظيفة أو في المكانة بتاعتها. طيب يبقى هي كانت عايزة تبقى إيه؟ طبعا ليكشر دي محاضرة، لو كانت ليكشرر محاضر كانت اتاخدت. طيب يبقى هي كانت أوثر مؤلفة، هي عايزة اسم دلوقتي. لاير طبقة، وكونفيدنس ثقة. lots of Egyptian scientists كثير من العلماء المصريين have made not to new innovation الاختراعات الجديدة أو الابتكارات الجديدة. يبقى عملوا إسهامات، يبقى made contributions. contributions يعني إسهامات. طيب contradictions تضاد. طيب distribution توزيع، و contamination تلوث أو تلويث. today information is easily اليوم المعلومات بسهولة ايه؟ from the internet يمكن الحصول عليها. obtained. there are different يوجد ايه مختلف not of marriage الزواج in different societies في المجتمعات المختلفة. طيب يبقى يوجد نماذج مختلفة، نماذج مختلفة different صفة، احنا عايزين اسم. طب وهو اي الار يبقى عايزين اسم جمع، يبقى patterns. ليه مش pattern؟ لان هو اي الار. the soldiers الجنود were tired كانوا تعبانين after their long بعد ايه الطويل، بعد المشي الطويل بتاعهم. march march اللي هي مشية الجنود. confidence الثقة، و percentage نسبة مئوية، و reflect يعكس. he writes هو يكتب exciting not stories for children للأطفال. هو طبعا هيكتب ايه؟ هيكتب قصص مثيرة، يبقى adventure stories. adventure stories.
قصص مغامرات. ادفيرت معناه يشير الى، ادفنتشرر مغامر، ادفانتج ميزة، تساوي ميرت وبتساوي بروس. one of the functions، احد الوظائف، of the kidney، للكلية، is to نقط the blood، ان هي تنقي الدم، تنقي يعني بيوريفاي، بلوت يعني يلوث، ريفلكت يعكس، وده مش يحطم. زبلان الطائرة is designed to، مصممة على انها ايه، الخطة قصدي، زبلان الخطة is designed to، مصممة على انها ايه، employees الموظفين، to work more efficiently، يعملوا بكفاءة اكثر. يبقى الخطة مصممة على انها تحس الموظفين على انهم يعملوا بكفاءة اكثر. طب يحس يعني ايه، او يعطي دافع يعني motivate. discourage لا يشجع، و prevent يمنع، و hinder يعوق. why should I have to do all the cleaning، ليه لازم اعمل كل التنظيف ده. it is not fair، هذا ليس عدل. يبقى fair. طبعا fear يعني خوف. the company implemented، الشركة نفذت، new strategies، طرق جديدة، to not hire customer satisfaction، لإرضاء الزبائن، rating، لرفع طبعا أو الحصول على معدلات إرضاء الزبائن. طيب decrease يقلل مش نفع، decline يقلل مش نفع، discourage لا يشجع مش نفع، يبقى obtain يحصل على إرضاء الزبائن. you should، يجب ان، older people with respect، يجب ان تعامل، بتعامل يعني ايه، تعامل يعني treat. طب ما تقول الفرق بين treat و treatment و cure و heal. treatment علاج او معاملة، انما treat يعالج او يعامل. طب cure علاج او يعالج، cure بس علاج. طب هيل يعني يشفي. no effect not exists for this highly infectious disease، مفيش تأثير موجود لإيه، لهذا المرض المعدي. طيب no effective عايز علاج، مفيش علاج فعال، مفيش علاج فعال موجود لهذا المرض المعدي. عايز كلمة علاج يعني ايه، علاج يعني treatment. after careful analysis، بعد التحليل الدقيق، he came to a نقط، هو جاء لإيه، about the project feasibility، دراسة جدوى، دراسة الجدوى. طب he came to a conclusion، هو جاء في الختام بدراسة جدوى، conclusion، جاء في الختام بدراسة جدوى. initiation طبعا دي بادئة، investigation التحقيقات، interruption تقاطع. the test should be an opportunity، الامتحان ده يجب ان يكون فرصة، for students للتلاميذ، to not their knowledge، علشان ايه، علشان يوضحوا معرفتهم، ودمونستريت يبينوا معرفتهم. تريت يعالج او يعامل، وسيم يبدو. ذا ماركتنج ديبارتمنت، قسم التسويق، هيلد ان سيشن، عقد جلسة ايه، تو كام اب ويز، عشان يساير انوفيتيف ستراتيجي، الطرق الابتكارية، فور ذا new product launch يعني انطلاق. طيب انطلاق المشروع الجديد، يبقى هو عقد جلسة ايه، جلسة برين ستورم، جلسة عصف ذهني، جلسة عصف ذهني، برين ستورم session. if you are a grumpy، لو انت مكشر او عبوس، then you are not، انت كده ايه، انت كده بقيت تمبرد، مزاجك متعكر.
the majority of people معظم الناس voted in favor of صوتوا لصالح the new law القانون الجديد the antonym of majority عكس كلمة majority هي minority أقلية. بلوراليتي الجمع وبالك يعني جسم أو حجم. I hadn't had enough sleep ما خدتش نوم كفاية and was feeling a bit grumpy وبشعر إن أنا زعلان يعني متضايق. grumpy is synonym of for معناها إيه؟ معناها in a bad mood في مزاج سيء. طبعا glad يعني سعيد و pleasant يعني سعيد. It might be obvious to you من الواضح لك دلوقتي but it is not to me لكن ليس بالنسبة لي. The antonym obvious عكس كلمة obvious واضح اللي هي ايه؟ unobvious او unclear غير واضح. My dad gets cross ابويا بيغضب with me if I leave the kitchen in a mess لو انا تركت المطبخ فوضى. طب هو عايز كلمة cross the adjective cross in this sentence is antonyms with كلمة كروس غضبان عكسها ايه؟ عكسها cheerful سعيد. Now that's naughty هذه شقاوة you mustn't throw food on the floor لا يجب ان ترمي الطعام على الارض. The word naughty كلمة naughty دي here can be replaced ممكن نستبدلها بايه؟ نستبدلها بكلمة playful شقي وبادلي behaved برضو يعني سلوكه سيء يبقى A و C اللي هي رقم D. He was cross هو كان غضبان because his team لأنه فريقه had lost the match خسر المباراة. طيب cross can be replaced by cross دي معناها غضبان نستبدلها بإيه؟ نستبدلها بجرامبي عبوس أو مكشر. inspired ملهم و easy يسهل أو يهدئ وقام هادئ. This phone هذا التليفون is suitable not people with hearing difficulties عايز يقول مناسب للناس اللي عندها صعوبات في السمع suitable for. suitable بتاع حرف الجر ايه؟ for وخد بالك من حرف الجر قوي عشان ممكن تيجي منها اتنين تلاتة في الامتحان. You cannot will if you take some professional advice لو انت خدت نصيحة احترافية on this matter في هذا الموضوع. طيب كلمة will بتاخد قبلها ايه؟ بتاخد قبلها كلمة do يبقى do will. do will. 53 as an archaeologist كعالم آثار my grandpa جدي made many great contribution ancient discoveries. طب contribution بتاخد حرف جر ايه؟ contribution بتاخد حرف جر تو. contribution بتاخد حرف جر تو. طيب will بتاخد do suitable بتاخد for احفظ كده suitable for do will contribution to at work time في وقت العمل. You must not on your responsibilities to finish your tasks on time. في وقت العمل انت يجب ان انت تركز على مسؤولياتك عشان تنهي المهام بتاعتك في العمل. طيب عندك حرف الجر on ممكن يجي يقول لي rely on يعتمد على وممكن يجي focus on يعتمد على. طب انا دي خدت focus وما خدتش rely علشان المعنى. لو انا قلت انت يجب تعتمد على مسؤولياتك عشان تنهي ولا يجب ان تركز في مسؤولياتك؟ لا ركز في مسؤولياتك عشان انهي المهام بتاعتي يبقى فوكس يركز على. The president الرئيس not a speech. طب كلمة speech هو عايز يقول يلقي خطبة يلقي خطبة give a speech يلقي خطبة يعني ايه؟ يعني give a speech. طيب وايه تاني؟ وmake a speech يبقى give a speech وmake a speech يبقى give a speech يلقي خطبة make a speech يلقي خطبة يبقى رقم B و C اللي هي دي.
هارد ويرك العمل الجيد is not always related. كلمة related بتاخد حرف جر ايه؟ بتاخد حرف جر تو، related to، متصل بيه، متعلق بيه. I'd like everyone to not contribution. كلمة contribution، كلمة contribution بتاخد ايه؟ بتاخد do contribution. ثمانية وخمسين. All my teacher، كل مدرسين، encouraged me، شجعوني، to not something of myself، ان انا اعمل شيء لنفسي. اعمل شيء لنفسي يعني ايه؟ يعني make something of myself. make something of myself، something of myself تاخد make. نرجع لسبعة وخمسين تاني. يقول I like everyone to not a contribution. contribution بتاخد كلمة make، مش do. contribution بتاخد ايه؟ بتاخد make. make contribution. ليه بقى؟ ارجع للرف صفحة رقم 53، بيقول لك made contribution. يبقى انت عندك 57 برضو make contribution. هات 59. Your opinion، رأيك، will not not my decision، مش هيأثر على قراري. يؤثر يعني influence أو affect، يبقى بي وسي اللي هي رقم دي. There is no not for cancer but symptoms، الأعراض can be managed، يمكن التحكم فيها. بيقول لي مفيش علاج للكانسر لكن الأعراض ممكن نتحكم فيها. طيب علاج يعني ايه؟ علاج يعني كيور. مال تريت، تريت يعالج، مش عايزينها، احنا عايزين اسم، يبقى كيور. ذا بروجكت هاز هاد ا دايركت، المشروع له تأثير على ذا لايفز اوف 1 مليون بيبل. طب تأثير، عايز كلمة تأثير. تأثير يعني افكت وانفلانس، يعني ايه وبي اللي هي رقم دي. I don't agree with you، أنا لا أتفق تماما معك. عايز كلمة تماما، تماما يعني quite رقم B. quit اللي في رقم A خروج، و quiet اللي في رقم C هادئ. You needn't not your voice، أنت مش محتاج ترفع صوتك. I can hear you very well، أنا أقدر أسمعك كويس. طب يرفع يعني إيه؟ يرفع يعني raise. ريز معناها يرفع او يجمع او يربي. ريز يرفع او يجمع مال او يربي، يربي اطفال، يربي حيوانات. هاي this ingredient، هذا الانجريديانت المكون. also has the not of making your skin look younger، له تأثير على انه يخلي جلدك يبدو younger، اصغر. طيب طبعا ذا واوف ونط ما بينهم، يبقى كده انت كده عايز اسم، عايز اسم. فين الاسم؟ يبقى افكت. لما يقول لك ذا واوف ونط ما بينهم يبقى عايز اسم. it was our policy، من سياستنا، to deal with، ان احنا نتعامل مع problems، المشاكل، ازاي، كلما هي ايه؟ لما هي نهرت او نشبت، نهرت او نشبت. طب نهرت او نشبت يعني ايه؟ يعني arise. arise يعني ينشأ او ينهض للمشاكل. هير سترينج بيهيفير، سلوكها، سلوكها الغريب، نقط اور سسبشنز، اثار، اثار شكوكنا، اثار شكوكنا. كلمة اثار يعني ايه؟ يعني aroused. to get more light، عشان تحصل على مزيد من الضوء،
This plant, هذا النبات must be not to a higher position. هذا النبات يجب أن إيه؟ يجب أن يرتفع إلى أو يرتفع إلى higher position. يعني إيه؟ يعني raised. يجب أن يتم رفعه. raised ماست بي، خلي بالك بي اهي، يبقى انت عايز تصريف تالت. كلمة بي يبقى انت عايز بعدها تصريف تالت، يبقى raised. يجب ان يتم رفعه الى مكان مرتفع. طيب the company، طبعا الجملة مبنية للمجهول. طيب و raise تتبني للمجهول، انما rise ما بتتبنيش للمجهول. the company، الشركة decided to not the salaries، صممت ترفع المرتبات، يبقى ريز. She graduated from Cairo University، هي تخرجت من جامعة القاهرة. With a not in history، طبعا بدرجة بدرجة في التاريخ. طب درجة جامعية يعني ايه؟ يعني ديجري درجة جامعية. طيب جريد درجة الامتحان. My car is similar not yours، طبعا similar بتاخد حرف الجر to، similar to. as well as، as well as لما تيجي كده مفيش في اول الجملة مفيش بعدها فاعل، يجي بعدها الفعل اي ان جي، يبقى بعدها الفعل اي ان جي. طيب ولو جه فاعل اول وبعدين as well as وفاعل تاني، الفعل بيتبع الفاعل الاول. ندى as well as her sister، ندى اهي وجاب as well as وجاب sister. طب ندى مفرد وهير سيسترز جمع، لا انا بمشي على حسب الفعل الاول، يبقى اخد مفرد. الراجل بيقول لي استر دي، يبقى انا عايز ووز. ساره's positive not helped her، ساعدها overcome، تغلب على تشالنجز التحديات، and achieve her goals، تحقيق أهدافها. يبقى إيه ده بقى؟ ده الاتيتيود، موقفها، موقفها الإيجابي، اتيتيود. طيب أمال الاتيتيود ده ارتفاع، ارتفاع العمودي. throughout her career، خلال مهنتها، she remained very not to criticism، هي ظلت إيه؟ إلى النقد، ظلت حساسة. أنا عايز كده صفة، يبقى سنسيتيف، حساسة، شديدة الحساسية للنقد. my bag is the same not your، طبعا same بتاخد as، same بتاخد as. there is no doubt، مفيش شك، that Jana is not for the job. طب is يبقى احنا عايزين صفة، فين الصفة اللي هي سيوتابل؟ إن جانا إز سيوتابل فور، يبقى سيوتابل. The food in the canteen، طعام في الكانتين، is usually not good، إلى حد ما جيد، إلى حد ما عادي. عايز كلمة إلى حد ما يبقى كويت. My uncle is multilingual، عمي متعدد اللغات. So he not his children، بيربي أطفاله. to learn different language، طب يربي يعني ايه؟ raises. he has just joined Alex University staff، هو التحق بهيئة الجامعة بتاعت اسكندرية. he will ايه؟ لو انا قلت will give lecture يبقى غلط. ليه؟ لان انا عايز اقول give a lecture او give lectures، محاضرات، يبقى رقم دي غلط، عشان يا اما اقول give a lecture او give lectures. طيب be lecturer، طب ما احنا عايزين ما lecturer محاضر، ده مفرد، يبقى عايزين قبل lecturer. طيب be a lecturer، be a lecturer. طيب a lecturer، طب فين be؟ ما تنفعش، يبقى اللي جاب رقم بي. it took not to answer the question، خلي بالك ان السؤال ده مهم جدا جدا جدا، وكتب مختلفة عليه في الاجابات كمان. بيقول لك ايه بقى؟ هي خلت منها
وقت طويل إلى حد ما، وقت طويل إلى حد ما to answer the question. طيب هو عايز كلمة إلى حد ما، إلى حد ما يعني quiet، اللي هي quiet. يبقى quiet هادئ دي مش بتاعتنا، و quiet هادئ دي مش بتاعتنا. أقول a quiet long time ولا quiet a long time؟ لو أنت جيت بحثت في القواميس الأجنبية هتلاقيها quiet a long time، quiet a long time. ليه؟ لأن هو بيقول لك إن a long time دي كمية، وهو بيحدد الكمية. أنت بتقول دلوقتي a long time وقت طويل، يبقى وقت طويل دي على بعضها إلى حد ما، يعني بيحدد درجة الوقت الطويل ده. يبقى quiet دي هتيجي الأول وبعدين الآ والصفة والاسم. كويت ملهاش علاقة بالصفة والاسم، لأن في بعض الناس قايلين إن كويت هتنزل ما بين كلمة ألونج وتايم، يعني نجيب الآ الأول، الآ كويت لونج تايم كده غلط، اللي هي رقم سي دي كده غلط. مفيش حاجة اسمها كويت لونج تايم. بيقول لك إن كويت تساوي فيري، لا ما بتساويش فيري. ده كويت هنا تحديد للكمية، تحديد كوانتيفايرز. كويت هنا كوانتيفايرز، تحدد الكمية، تحدد كمية إيه؟ كمية الوقت الطويل، وقت طويل إلى حد ما، يبقى quite a long time. I suggest ذات عادي، suggest من غير ذات ومن غير فاعل بيجي بعدها فعل ing. طب suggest مبني للمجهول يجي بعدها طول مصدر. طب suggest وفاعل يبقى مصدر أو should والمصدر يبقى do. دو اكسرسايز، خلي بالك ما في برضه مصدر ميك، لكن احنا عشان كلمة اكسرسايز. I was the first person. طب the first واسم يبقى تو والمصدر يبقى تو ليف، تو والمصدر يبقى تو ليف. طب تاني كده، I was the first person. Not the ship. يبقى انا معايا الاجابة to leave او who left، يبقى الاجابة رقم A و C اللي هي رقم D. يعني عندي A وعندي C صح، يبقى رقم D. Not cars are cheaper than new ones. خد بالك لو قال لي using cars يبقى is، using cars يبقى is. طيب ليه؟ لان معناه استخدام العربيات، using cars معناه استخدام العربيات يبقى is. طب use the cars العربيات المستعملة يبقى are. وين هو جايب are؟ جايب are ولا جايب is؟ جايب are. يبقى انا هقول له use the cars العربيات المستخدمة تبقى جامع. انما لو كان جايب از كنت خدت يوزنج، قلت يوزنج كارز از استخدام العربيات يكون. انما هنا عايز يقول العربيات المستخدمة تكون، عربيات يبقى جامع، يبقى احنا عايزين يوزد، يوز ذا كار ار. archiving objects ارشفة الاشياء، needs a lot of patience تحتاج كثير من الصبر and determination والعزم والتصميم. طيب reservation اللي هي يحجز، distraction تشتيت، procrastination تأجيل أو إرجاء. وكده نكون خلصنا الجزء الثالث والرابع، الدرس الثالث والرابع من الكلمات من كتاب جانس العمالقة الوحدة الثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.